أكد مصدر حكومي أردني أن عمان لن تسمح بعودة طاقم السفارة الإسرائيلية قبل فتح تحقيق جدي بشأن مقتل أردنيين اثنين على يد موظف بالسفارة الإسرائيلية. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قد طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاكمة حارس الأمن بالسفارة الإسرائيلية الذي قتل بالرصاص أردنيين اثنين، وحذر من أن أسلوب التعامل مع الواقعة سيكون له أثر مباشر على العلاقات بين البلدين. وينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن الرجب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح. دكتور أيمن، نرحب بك في البداية معنا. أهلا بك خلاتي. دكتور أيمن، يعني كيف ترى ومغزى ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي خلال الفترة الماضية وإلى الآن؟ يعني كل متتبع الأحداث التي حدثت في طبعا الحوض المقدس منذ 14 الشهر الجاري، وهي يعني تأتي في مراحل يعني تتطور بشكل دراماتيكي باتجاه التصعيد. وأعتقد أنه الاحتلال هو الذي يسعى إلى أن يفرض أمر الواقع على الباحات المسجد. فكما يعلم الجميع أن إسرائيل تريد أن تنفذ التقسيم الزماني والمكاني، والشعب الفلسطيني يرفض ذلك. الصراع كان يأخذ شكل، أعتقد أنه لأول مرة الصدام المباشر بين أصحاب الأرض والمقدسين هم أصحاب السيادة، وبين الاحتلال ومن يريد أن يمرر هذا التقسيم الزماني والمكاني. هذا ما دفع باتجاه أن تكون هذه الصدمات كما لاحظنا تصل في لحظات يعني عنيفة، وأحيانا تهدأ، أحيانا تأتي إلى شكلها السلم من خلال الرباط عند باب الأسباط والغير من أبواب الحرم القدسي. هناك رؤية لدى المقدسيين أول ثم لدى الفلسطينيين بشكل عام أنه لن نسمح بأن يعيث المستوطنين يعني في هذا المكان ويدنسوه كما يفعلون. القاتلون يعتقدوا ان بالامس هو كان انتصار، وكان انتصار صحيح معنا، ولكن انتصار معنا لان الاحتلال لا زال محيط في القدس بكل تفاصيله، هو يسيطر على تحت الحرم بشكل كلي، وهناك حفريات بدات منذ عام 82، وبالتالي القدس او الاقصى قد تنهار في اي لحظه. هناك الكثير من القضايا التي غيرت من خلال عمليه التهويد المتسارعه في مدينه القدس، كل هذا الامر يحتاج الى معالجات. احنا بمجملنا كنا نتمنى ان يتم استغلال الحدث ليس لخدمه كما تحاول اسرائيل ان تخدم فكرتها في التقسيم الزماني المكاني، ان نقوم بتطوير هذا العمل الجماهيري السلمي، هذه الانتفاضه، هذا الالتفاف الجماهيري، ونحولها الى انتفاضه يستخدم كل الفلسطينيين كل وسائل المقاومه لمنع دخول الاقل تقدير نعم. دكتور أيمن، يعني أنت تعتقد أن المقدسيين استطاعوا أن يفشلوا هذا المخطط الكبير الرامي لتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا؟ الدكتور أيمن الرجب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، شكرا جزيلا لك.